نهديه حبا واحتراما كاملا لمقامه ونوفه تبجيلا. نور يضيء طريقنا ودروبنا، وهج ينير مدارسا وعقولا، قلم يسطر في السماء أحلامنا، للمجد يرسم سلما ودليلا. ولهذا قالوا في جلالة قدره كاد المعلم أن يكون رسولا. نشأ من أسرة تربوية، أقاربه معلمين وقادة مدارس يتحاورون دائما عن الميادين التعليمية، حتى بدأت تتبادر في ذهن الأستاذ صهيب فكرة مهنة التعليم. كان يحب يبادر ويساعد زملائه في شرح المواد التي تصعب عليهم فهمها. تلقى الدعم من والديه بمساعدته في اختيار المجال المناسب له، وكانت بداية انطلاقه في كلية المعلمين في جامعة أم القرى. تخصص في مجال الرياضيات وتخرج منها عام 1430 للهجرة. التحق في برنامج خبرات وتم قبوله. في الحقيقة أنا من أسرة تربوية، 7 إلى 8 من أعمامي معلمين، قادة مدارس، فكان اجتماعنا في نهاية الأسبوع يوم الجمعة يدور حول الميدان التعليمي. فخلال مجالستي معهم طلعنا جاء في خاطري البداية في مهنة التعليم في المرحلة المتوسطة، في المرحلة الثانوية كنت أقوم بمساعدة بعض من زملائي في بعض المواد التي تشكل عليهم فهمها أو تصعب عليهم فهمها. بعد انتهائي من المرحلة الثانوية حقيقة ساعدني الوالد والوالدة حفظهم الله في اختيار مجالي بشكل صحيح. ذهبت مباشرة إلى كلية تربية أو كلية المعلمين بجامعة أم القرى، وكانت هذه بداية انطلاقي فعليا في مجال التعليم، حيث تخصصت في مجال الرياضيات ولله الحمد، وتخرجت جامعة أم القرى في 1430 من الهجرة، وتم الالتحاق في تعليم الرياض 1435 من الهجرة. ساعدني كثير في اختيار التخصص خالتي التي لديها ماجستير في الرياضيات. منذ على ما يقولوا نعومة أظافري كنت متفوق في مادة الرياضيات، والله الحمد في أغلب المراحل أحصل على الدرجات الكاملة فيها. عندما دخلت إلى كلية المعلمين وواجهت اختبارات القسم الحمد لله اجتزتها بكل أريحية، وشققت طريقي في مادة الرياضيات. والآن من هواياتي تعليم الأطفال، تعليم الطلاب المرحلة الابتدائية الرياضيات، أساسيات الرياضيات، حيث أجد نفسي في هذه المادة، في هذا التخصص، في هذا المجال. الحقيقة الكثير من المعلمين، الكثير من القدوات مروا علي في المرحلة الابتدائية المتوسطة الثانوية، لعل في المرحلة الابتدائية كانوا معلمي عمي أستاذ أحمد النقيب معلم اللغة العربية، ثم معلم الرياضيات أستاذ حسن دويخ الله يذكره بالخير. المرحلة المتوسطة الكثير من المعلمين الذين لا تمحوهم الذاكرة، أستاذ حسن فطاني معلم الرياضيات، أستاذ جميل باندا الله يرحمه. أيضا في المرحلة الثانوية أستاذ مساعدة تيبي، الكثير من المعلمين لا أستطيع حصرهم في الحقيقة. لكل معلم تجارب مختلفة، لكل معلم طريقة في تشجيعنا، في حبنا للتدريس وحبنا في مادته.
صراحة بداية تعييني كانت في بداية الأبناء الأولى أيضا في الكلية الحربية بصلبوه. كانت تستطيع أن تسميها صدمة، انتقال من جو مكة من بين العائلة إلى منطقة بعيدة، ولكن جميعها في مملكتنا الحبيبة. استطعت التأقلم في زمن قصير في هذه المدينة الجميلة العينة. انسجمت مع المعلمين، مع قائد المدرسة أبو مهند إبراهيم القرعاوي الله يذكره بالخير، ساعدوني كثير في البداية الحمد لله، حتى استطعت أن أشق طريقي في المدرسة. استمرت فيها في هذه المدرسة سنة، ثم انتقلت إلى الرياضة. وبحكم تخصص الرياضيات والذي يعتبر مادة من المواد الصعبة، كان هدف الأستاذ بأن يبسط الرياضيات على طلبته بشكل ممتع وهادف، فقام بإدخال التكنولوجيا التعليمي في مادة الرياضيات، وحصل على الماجستير في تقنيات التعليم، ووظف هذه التقنيات لمادة الرياضيات. كما تعلم أخي العزيز، مادة الرياضيات تعتبر مادة صعبة جامدة للطالب. أحببت أن أبسطها، أن أقدمها بشكل جميل، بشكل ممتع للطالب. تم إرشادي وتم نصحي إلى استخدام التقنية وإدخال التقنية في مادة الرياضيات لإضافة المتعة لها، زيادة دافعية الطالب للتعلم. فاتجهت إلى إضافة التقنية، تقنيات التعليم أو تكنولوجيا التعليم إلى الرياضيات. فحصلت على الماجستير في تقنيات التعليم، ووظفت هذه التقنيات في مادتي. بعد هذه الفترة احتجت صراحة إلى أن أرى تطبيق نظري للنظريات، أو تطبيق عملي عفوا، للنظريات التربوية. فكانت دولة أمريكا فرصة مناسبة لي للتعرف على التعليم أو نظام التعليم فيها. فقد قمت بالتقديم إلى برنامج خبرات، والحمد لله تم قبولي، وتم إعطائي المدينة التي أو الدولة التي كنت أرغب فيها. فذهبت إلى جامعة ديلاوير العريقة في مجال التربية، في مجال نظريات التعلم، تقع في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية. استفدنا وخرطنا في المجال التربوي، واستفدنا كثير من الخبراء والمعلمين في هذه المدينة. هدفي من الالتحاق بالدورة، الهدف الرئيسي مساعدة طلابي لمحبة الرياضيات، لإنجاز أكثر في الرياضيات، للتعلق بمادة الرياضيات. وأيضا الهدف الثاني هدف تطويري، تطوير ذاتي، تطوير معارفي، قدراتي، اللي أستغلها وأستفيد منها في مجالي. وتعتبر أمريكا من أولى الدول المتعددة الثقافات، واهتمامها بتطبيق التجارب الحديثة للتعليم، وتبدأ في تجاربها من أحدث النظريات. وكان اختياره دولة أمريكا لتطبيق تجاربه الحديثة على أرض الوطن في الميدان التعليمي. تم تعرف على برنامج خبرات عن طريق التعميم الوزارية التي ترسلها الوزارة كل فترة إلى مدارس، فتم إطلاعي على التعميم من قبل قائد المدرسة وترشيحي وتشجيعي للبرنامج، وأيضا قام بترشيحي مشرف المادة الأستاذ محمد الطيار، فأدين لهم بالشكر الأستاذ محمد الطيار والأستاذ فرحان الوهق. بعدها بدأت في إجراءات القبول، ساعداني كثير، دعماني حتى أتممت إجراءات المتطلبات، اللغة الإنجليزية، الأوراق الروتينية الكثير مطلوبة في البرنامج. أثناء التحاقي في البرنامج كانوا يتواصل معي بشكل شبه شهري أو شبه أسبوعي، حتى في المناسبات قمت باتصال علي زملائي في المدرسة، ساعدوني كثير في هذه التجربة الثرية، هي أولي الجو المناسب لتطبيق الاستراتيجيات ما تعلمته في البرنامج في أمريكا. استفدنا كثير من تجارب المدارس المختلفة، كل مدرسة تتبنى منهج معين، كل مدرسة تتبنى استراتيجية وطريقة تعليم مختلفة عن الأخرى، فكل مدرسة لها حرية في استقطاب الكوادر التي تراها مناسبة لتطوير العملية التعليمية داخل المدرسة. تعلم الأستاذ صهيب من البرنامج في أمريكا بأن مصلحة الطالب هي جوهر التعليم، وطريقة تعليم الطالب هي الهدف الأساسي من التعليم، والتحق بالكثير من الدورات والمؤتمرات. وقد كان شغف الأستاذ في حضوره للدورات والندوات لإشباع رغبته في اللحاق بأحدث المتطلبات التعليمية وتطبيقها في مدرسته وبين طلابه. طبعا تعلمنا في أمريكا أنه مصلحة الطالب هي جوهر التعليم، طريقة تعليم الطالب هي الهدف الأساسي من التعليم. تعلمنا كيف تكون مطلع باستمرار، مهنة التعليم تحتاج إلى أن تكون
أبديت أن تكون مطلع طوال الوقت. فساعدتنا التجربة بالالتحاق بالكثير من الدورات، كثير من المؤتمرات على مستوى جامعة دلوير، على مستوى مدينة دلوير أو الولاية، على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. فأصبح لدي حب للمشاركة أو حضور الدورات، الندوات، المؤتمرات في تخصصي. فساعدتني في الطريق الصحيح لإشباع رغبتي في اللحاق بآخر المتطلبات التعليمية أو آخر المستجدات التعليمية وتطبيقها في مدرستي بين طلابي بين زملائي. من خلال معايشتنا في المدارس الأمريكية، برنامجنا ينقسم إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى مرحلة تعلم اللغة الإنجليزية، المرحلة الثانية تطوير مهني، المرحلة الثالثة معايشة في المدارس الأمريكية. أحب أوجه رسالة للمعلم السعودي أن المعلم في الدول الأجنبية التي زرناها لا يفرق كثيرا عن المعلم السعودي، ولكن الذي يحتاجه القليل وليس كثير، قليل المعلمين، الزيادة أو الاستزادة من الفرص المتاحة أمامهم من دورات تعليمية، دورات متخصصة، أن يبحث المعلم على الدورة التي تساعده في تخصصه، الدورة التي يريدها. لعل سوق الدورات الآن وسوق النمو المهني مفتوح على مصراعيه. التحدي الكبير الذي يواجه المعلم هو انتقاء الدورة المناسبة أو ورشة العمل المناسبة. النقطة الثانية متابعة آخر تطورات التعليم عن طريق ورش العمل المتاحة، عن طريق الجامعات، عن طريق المؤتمرات الداخلية في المملكة العربية السعودية أو حتى المؤتمرات الدولية. طبعا عند توجيهي إلى هذه المدرسة المباركة وجدت الزميل صهيب بن عبد العزيز النقيب يمتلك المعلم الرائع المتميز صاحب العطاء تقنيا وفنيا وعلميا وصاحب الخلق، فبالتالي أبرز ظهوره لدى الإدارة وتعاونه مع كافة المعلمين. هذا ما يعني حرصنا على توفير كافة متطلباته، ومن ضمنها صدور تعميم خبرات والحاق به. المعلم لديه تجربة سابقة، لديه كذلك ثقافة عالية في مادة الرياضيات، في كذلك تقنيا وفي اللغة الإنجليزية، فأصبح المعلم مستعد وجاهز، يمتلك أخلاق رائدة ورائعة. استجاب لهذا التعميم الصادر من معالي الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، فاستجاب ولله الحمد. يعني الزميل لديه مواقف إيجابية سواء مع الإدارة أو مع الزملاء الآخرين، قدم دورات لزملائنا المعلمين، قدم دورات للطلبة، وتميز طلاب من هذه المدرسة في برنامج موهبة وبرامج عدة أخرى. أحد المبادرات التي قدمها الأستاذ صهيب بأنه قام بإنشاء منصة تعليمية خاصة بمادة الرياضيات تقدم ألعاب إلكترونية تحتوي على عمليات حسابية، وأنشأ منصة تعليمية للتعليم الذاتي تحتوي على مقاطع فيديو للدروس التابعة لوزارة التعليم، تحتوي على كتب إلكترونية تفاعلية لمساعدة الطالب على استيعاب دروسه بطريقة ممتعة ومفهومة. لديه برامج أخرى تقنيا، أي تعميم، أي برنامج، أي فكرة تقنيا الزملاء المعلمين يستفيدون من الزميل صهيب النقيب. كذلك عندنا برنامج كلفته ببرنامج موهبة جنبا إلى جنب هذه البرامج يعني المتنوعة، تخصص رياضيات، برنامج خبرات تقنيا في اللغة الإنجليزية، بالإضافة كذلك كلفناه ببرنامج موهبة. فالآن بالقريب، الأمس القريب، لديه طالبين، طالب منصور المالكي في صف ثالث أتى بدرجة عالية جدا، وكذلك الطالب سلمان الحافي في صف سادس أتى بدرجة ما شاء الله. وهذه ثمار هذا العمل الطيب، وما زال الحمد لله العطاء، يعني المعلم المتميز لديه العطاء يعني الذي لا ينضب. قمت بإنشاء موقع تعليمي أو منصة تعليمية خاصة بمادة الرياضيات لطلاب الصف الثالث ابتدائي. هذه المبادرة عن القسمة، قمت بإنشاء ألعاب تعليمية خاصة بالقسمة لتشجيع الطلاب في فهم مفهوم القسمة بالشكل الصحيح. اخترت الصف الثالث ابتدائي لأن في العادة مفهوم أو مصطلح القسمة يكون صعب لطلاب الصف الثالث أو الرابع أو الخامس إذا لم يقوموا باستيعاب المفهوم بالشكل المطلوب. فقمت بإنشاء منصة تعليمية تحتوي على
للتعليم الذاتي بشكل عام، تحتوي على مقاطع فيديو مستوحاة ومأخوذة من قنوات أندروس التابعة لوزارة التعليم، أيضا كتب إلكترونية تفاعلية موجودة أيضا في نفس الموقع، حتى يستطيع الطالب أن يعلم نفسه ويتعلم ذاتيا. أيضا في فقرة أو في جزء تأكد من فهمك أو الواجب، جعلته ألعاب تعليمية شيقة يستمتع الطالب وهو يحل وهو يستذكر دروسه، وأيضا في نفس الوقت يستفيد أنه حل الواجب بالشكل الصحيح بالشكل المطلوب. الدافع الأساسي في العطاء في المدرسة هم زملائي، هم سر نجاحي. صراحة دائما يسألوني، دائما أستفيد من خبراتهم، دائما يطمحوا للتعلم المزيد من تجربتي في أمريكا. كيف يوظفوا التعليم، كيف يوظفوا التقنيات في التعليم، أبدعوا زملاء المعلمين في هذا المجال. ولا نزال نقدم بعض ورش العمل الخاصة بالمدرسة، سواء من إعدادي أو من إعداد طاقم المدرسة للرقي بجودة التعلم في داخل المدرسة. اليوم عندنا استراتيجية جديدة خاصة بتعليم الرياضيات، ولكن أي معلم يستطيع أن يسقطها في تخصصه. هذه استراتيجية تسمى Number Talks، أو باللغة العربية تحدث الأرقام. الآن أبغى منكم يا أخوان كل واحد يحاول يطلع لي ناتج طرح عملية 85 ناقص 29 بطريقته. نتعاون كل واحد مع مجموعته من خلال هذا اللوح، كل مجموعة تحاول تصل إلى ناتج 85 ناقص 29 كما هو ظاهر أمامنا. الآن سوف نستعرض إجاباتكم، نجد أن لدينا أكثر من طريقة لحل هذه المسألة. جميع الطرق تؤدي إلى نفس الناتج 56. الهدف من هذه الاستراتيجية أو الهدف من هذه ورشة العمل هذه أن يكون المعلم قادراً على شرح درسه وابتداء بدرسه في استراتيجية تحدث الأرقام أو النمبر توكس. هذا سوف يعزز المحتوى الرياضي لدى الطالب، وبإذن الله في نهاية هذه الدورة سوف تكون قادراً على الشرح عن طريق نمبر توكس، وسوف تعرف الكثير عن هذه الاستراتيجية الجديدة في الميدان التربوي. هذه الاستراتيجية تستخدمها في بداية كل فصل كالورم أب أو كالحماء للدرس، تساعد الطالب على فهم المحتوى والتعمق في المحتوى الرياضي. كما شاهدنا في التمرين السابق، كل طالب وصل إلى النتيجة بطريقة مختلفة. جميع هذه الطرق طرق صحيحة وطرق إبداعية، الهدف منها التوضيح للمعلم أن الطالب مدرك للمفهوم الذي يريد أن يصل إليه المعلم في نهاية الحصة. ما يميز هذه الاستراتيجية، يستطيع المعلم التعامل مع الأعداد الكبيرة من الطلاب داخل الصف الدراسي عن طريق إشارات معينة يقوم المعلم بتدريب طلابه عليها في بداية السنة الدراسية. فهذه قائمة بالرموز التي يحتاج إليها المعلم لاستخدامها مع طلابه، في حين أعطى المعلم المسألة لمجموعة من الطلاب وينتظر الإجابة، تكون إشارة الطالب كما ترون في الأعلى فقط يلوح من المعلم بيده إلا أنه يفكر في حل المسألة. الإشارة الثانية في حال انتهى الطالب من المسألة، تجنب يا أستاذ أنا خلصت أستاذ أنا أول، يقوم المعلم فقط يقوم الطالب عفوا فقط الذي يملك إجابة بالإشارة بإبهامه إلى المعلم، فيستطيع المعلم أن يعرف أن الطالب لديه إجابة واحدة. في حال قام أحد الطلاب بمشاركة إجابته والطالب الآخر لديه نفس الإجابة، يقوم الطالب بعمل هذه الإشارة، يعني أو تعني أنه يتفق مع الطالب الآخر في نفس الإجابة. الإشارة الأخيرة، بعض الطلاب لديه أكثر من طريقة أو استراتيجية لحل هذه المسألة، فيشير الطالب إلى عدد الاستراتيجيات التي يملكها لحل هذه المسألة سواء 2 أو 3. بلا شك أثر طيب وأثر جميل في أن المعلم أصبح يمتلك مهارة عالية في مادته، في تقنيا نقل هذه المهارة للزملاء المعلمين، كذلك نقلت إلى الطلاب أبناء الطلاب، كذلك عند زيارة المشرفين إلى المدرسة طلبوا من الأستاذ أن يقلونها إلى مواد أخرى كالعلوم وغيرها.
فأصبح المعلم يعني مطلوب من كافة التخصصات ومحبوب ويقدم أشياء نموذجية رائدة. بلا شك أنه برنامج من الوزارة برنامج رائد برنامج ناجح. نشكر حقيقة الوزارة وزارة التعليم على هذه المبادرة، رأينا أثرها في المدرسة خارج المدرسة مع أبنائنا الطلاب، كلموني شخصيا عند زيارتي لأبنائنا الطلبة بأننا نحب الرياضيات وأن الرياضيات صديقة لنا. بلا شك الأثر طيب وجميل ولا نتوقف بل نستمر. لم تتوقف طموحات الأستاذ صهيب حتى بعد التحاقه بالبرنامج وعودته إلى أرض الوطن، وطموحه القادم هو إنشاء مجتمعات تعلم مهنية احترافية بين المعلمين في تخصص الرياضيات على مستوى مناطق المملكة، وأحد أهدافه بأن يساهم في إنشاء هذه المجتمعات بشكل موسع. ويرى الأستاذ أن من خلال التطوير في المستوى التعليمي بالمملكة سننافس أبرز الدول المتقدمة في التعليم ونتقدم عليها. هل طموحنا القادم محاولة إنشاء مجتمعات تعلم مهنية احترافية بين المعلمين كتخصص الرياضيات على مستوى الرياض، على مستوى مكة، على مستوى مناطق المملكة، تكون مرجع لجميع المعلمين في أي مشكلة تواجههم. فمعلمين رياضيات المرحلة الابتدائية لديهم مشاكل مختلفة عن أقرانهم من المراحل الأخرى. فهدفي أو طموحي المساهمة في إنشاء مجتمعات التعلم المهنية المعرفية بشكل موسع. فإذا توصلنا إلى هذا الهدف بإذن الله سوف ينتقل تعليمنا بإذن الواحد الأحد إلى مصاف الدول المتقدمة الذي تسعى إليه رؤية سيدي ولي عهد 2030. فأرجو أو أهدف إلى تنفيذ بإذن الله هذه المبادرة على المدى المتوسط أو المدى ليس بعيد كثيرا، 3 سنوات كحد أقصى بإذن الله تعالى. متفائل بمستقبل التعليم في المملكة العربية السعودية على كافة المستويات. اهتمام الوزارة بشكل كبير في المعلم سوف يساهم في الارتقاء بتعليمنا إلى مصاف العالم الأول. لعلك رأيت نتائج طلابنا في كثير من مسابقات الموهبة ومسابقات الرياضيات على مستوى العالم، حققوا نتائج طيبة، وهذا دافع، هذا مؤشر جميل جدا، وأرى بإذن الله مستقبل مشرق لتعليمنا بإذن الله تعالى.